السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رغم ان انا شاري نسخة اصلية من مايكروسوفت اوفيس، لكن يعني خدت قرار كده ان انا اشيله تماما من الجهاز وما اشتغلش بيه نهائي، وما اشتغلش بيه غير في الشغل يعني، لكن في كمبيوتر الشغل. لكن انا بشتغل بايه؟ بشتغل بجوجل. جوجل عاملة جوجل درايف، فيها زي ما انت شايف جوجل دوكومنتس، فيها جوجل شيت، فيها جوجل سلايد، تمام. فاول ما بدوس عليها بيبدا يفتح لي وببدا اشتغل اونلاين، واقدر اكمل هنا واكمل الشغل مثلا في مكان تاني وهكذا. فصراحه حل جميل. طبعا وان درايف موجود برضو في المايكروسوفت. والحل التاني اللي انا بشتغل بيه، انا وصلت بحاجه اسمها بورتابل، تمام. بلاقي فيه مجموعه كبيره جدا من التولز، سواء مثلا عايز اشتغل على الوورد فبلاقي حاجه اسمها لايبراري اوفيس، بتلاقي الواجهه بتاعته قريبه جدا من الوورد، بتلاقي لايبراري كالكوليشن او كالك، ده برضو قريب من الاكسل، هتلاقي برضو مايكروسوفت درو. انت لو فتحت لايبراري اوفيس هتلاقيهم كلهم موجودين. تقدر ان انت تستغني عن مجموعه الاوفيس. لايبراري اوفيس ميزته ان هو اوبن سورس ومجاني، فتقدر تشتغل عليه بدون ما تتكلف اي فلوس خالص. زي ما انت شايف دي التمبليت، بتلاقي حاجات خاصه بالرايتر، بالكالك، بالامبرس درو، ماس، الداتابيس وهكذا. حتى لو عايز تفتح ملف بي دي اف يقدر ان هو يفتح لك البي دي اف، وتقدر ان انت تشتغل عليه وتعدل عليه زي ما انت عايز. في حاجات برضو اكستنشنز موجوده، تمام، تقدر ان انت تحملها بحيث ان انت تضيف بعض الحاجات. في حاجه خاصه مثلا بالسي في، حاجات خاصه ب يو ام ال اليمنت وهكذا. ف اختيار كويس ان انت تبدا تعتمد على اللايبراري اوفيس، او تعتمد على الحاجات اللي معموله من جوجل درايف. جوجل درايف زي ما انت عارف لما بتعمل ايميل من جوجل بيديك مجاني 15 جيجا، فكافيين ان انت تقدر تشتغل عليهم. فده حل كويس، يا ريت ان احنا نتجه ليه. ممكن اقول له مثلا عايز الحاجات الخاصه بالاكسل. اول ما تشوف الواجهه تحس ان انت فاتح اكسل، يعني كل التولز اللي انت بتستخدمها بتلاقيها موجوده. فدي من مزايا الاوبن سورس. تخيل ان احنا بنشتري اوفيس قد ايه في الدول العربيه، لو احنا قلنا لا احنا هنروح للبديل المجاني ما دام بيدينا نفس الامكانيات، فتحس ان انت فاتح الاوفيس، تمام. هوم، انسيرت، لاي اوت، فايل، تولز، تمام. هتلاقي يعني مش هتضطر ان انت تاخد كورس عشان تفهمه، لا هتلاقي الموضوع سهل جدا وتقدر تشتغل بيه زي ما انت عايز. تقدر تعمل حساب بتاعتك عليه، تقدر تقول له برنت للبي دي اف لو انت عايز. فامكانيات بتاعته انا شايف انها خطيره جدا، لان يعني كفايه انها بدون تكلفه. زي ما شايف تحس كده ان انت فاتح مثلا اوفيس بس مغيرين الزيمس بتاعها. تقدر تعمل انسيرت حاجات كتير جدا، تقدر تشوف الشرط والايكوال والمعادلات والديت وكل حاجه انت عايزها هتلاقيها موجوده. فاتمنى كل برنامج نبدا نشوف البديل بتاعه ان شاء الله.